هي مزرعة نموذجية تستغل التطور والذكاء التكنولوجي في قطاع الفلاحة، ففي ظروف مكيفة ومدروسة تتم زراعة شتلات الطماطم ليتمكن الفلاح من زراعتها في كل المواسم. خاصية هذه هي المشتلة أنها يعني تشتغل 4 شهور، وهذا عن طريق يعني التقنية اللي استعملناها هي الذكاء الزراعي في التحكم في المناخ داخل البيت متعدد القباب. يعني يمكنك في أي فصل في أي شهر تقوم بإنتاج شتلات وتغرسها في أي ما بقاتش كما بكري نغرسه إلا في فري مارس. الغيرة على جودة المنتوج الوطني ومكانته في الخارج كانت الدافعة ليرجع توفيق إلى الجزائر وينشئ أول مزرعة من هذا النوع. حب البلاد رجعني، استثمرت الحمد لله، درك رانا في الانتاج، درنا بيبينير، درت فيرما صح فيرم بيلوت، سعر مليح، نخدموا له الشتله ما شاء الله، ما فيهاش لي مالادي، حاجه مليحه. المراهنه على انتاج ذي جوده لا يتطلب سوى اراده واستغلالا لاخر مستجدات عالم الفلاحه.